الملعب. ادي كابتن عبد الحميد عايز اللعيبة تتدرج في التحضير من التلت الاول للتلت الاوسط للامامي، عايز يلعب كورة، عايز يحدث خطورة على الدراويش. نادر فرج، عمار دسوقي، مرة تانية لهشام، لعب في مساحات ضيقة. عبد الكريم، الكرة الأمامية اتردت شعبان، ودي أول أجوان إيريك تراوري، فرصة كبيرة وخطأ كبير، والدقيقة 62. سبحان الله، إيريك تراوري يستغل الخطأ ويسجل أول أهدافه، أول أهدافه مع الدراويش في لقائه التاسع. كرة مرسلة من عبد الكريم مصطفى، أخطأ شعبان وأخطأ دفاع طلائع الجيش، يظهر البوركنافي إيريك تراوري علشان يعلن عن الفرحة الأولى والسعادة الأولى. بص شوف الحكاية، وبص شوف الكرة، صحيح 3 4 5 6 تمريرات، لكن التوزيع الأمامية من عبد الكريم مصطفى كرة سهلة جدا جدا. اتأخر شعبان واعتمد عمرو طارق على شعبان، ينقض إيريك تراوري ما بين شعبان وما بين عمرو علشان يسجل أول الأجوان. إيريك تراوري والدراويش أصدقائي في الدقيقة 62 يحرروا التعادل السلبي عن طريق اللاعب إيريك تراوري اللي بيسجل أول أهدافه في دوري نايل. العب يا درويش. محمد دسوقي، عمرو طارق، تمريرة بالخطأ تتقطع، تعمل هجمة مرتدة خطيرة لمصلحة الدراويش. ادي عبد الرحمن، لكن فين يا عبد الرحمن؟ فين 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 اللمسة الأخيرة، الفينيشنج الجميل اللي عايز مهارة اللي يسعد الجميع. حتى الآن اللقطة المضيئة يعني جت عفوية تماما تماما بخطأ كبير نتيجة عدم تركيز من شعبان ومن عمرو طارق. كرة دبل باس، المرة دي ضغط بدون أخطاء، فرصة كبيرة، عدت بغرابة وجول، جول 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 بالكربون يا حبيبي، بالكربون بالكربون يا حبيبي بالكربون. كان تقدم الدراويش في لقاء الذهاب وعاد جودوين شيكا، وفي الدقيقة 72 بعد 10 دقايق تقدم إيهاب جلال ويعيد جودوين شيكا عبد الحميد بسيوني لأجواء اللقاء بهدف تعادل بعد ضغط حقيقي وكورة عرضية معدية. الأولى عدت لكن التانية ما تعديش. بص شوف الحكاية، أخطاء دفاعية كبيرة جدا جدا هي اللي أحدثت الفارق علشان جودوين شيكا. أصدقائي، اللاعب النيجيري يدرك التعديل لفريق طلائع الجيش والطلائع في الطلائع في الدقيقة 72، ونعود من جديد إلى نقطة البداية من جديد. آدي محمد هاني والكورة العرضية، وضمت ضعش